ليفربول حاليا بسبب البطوله ان ساري احسن لاعب بالسعوديه وبالمنطقه. لا مو بالمنطقة. اوكي تو ايرلي ما اقدر اقول هالكليم هذا. الوضع الحالي هو هو اكثر لاعب ابعد لاعب انجاز الخيوط. اي شوف هو الحين يحتاج ابداع شانيل، يحتاج انه يفوز على مي، تالي يفوز على كودان، هذا يفوز على شانيل. بالحاله هو اليمينيتد كل الابطال منهم ارسنال. صح. فاذا قدر يسوي هالشيء العظيم ما عليه كلام. الحين نبدا المباراه الاولى بين مي وسورا. مي طبعا يلعب ستيف سورا بجن. حاليا مومنتوم ماسكه بشكل مقنع مي، بس ندري ان اذا رد اللعب نيوترال سورا يكون عنده الوقت انه يقدر يتمالك اعصابه ويمسك رتم جديد بطريقه لعبه الموزونه. وياك من اللي نزل ساري لللوزر؟ ني. صح. اثنيناتهم يلعبون نفس الطريقه، لكن الفرق ان الدمج اوبتمايزيشن مال ني يعني اكبر بمراحل من ساري. هذا الفرق الكبير. فالحين شلون يقدر يعوض، شلون يقدر يعني يتعدل ساري ضد هالتشالنج هذا؟ باقي 10 ثواني على الكلوك. اوه ريد سترايك فجاه، وفجاه كان ريد صراحه وساري اجين ماكو تك ثرو. ظهري بانش. اوكي هو اجين بانش حلو من ستيف، يحاول يدور الفرصه انه يمسك رتم المباراه، بس مي داسه. الله لا 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 لا، شنو هاللعب السموث هذا من ني؟ على فكره ردينا الحين بس اوف 3، يعني اللي يفوز جيمين هو اللي راح يتاهل. إيه؟ واللوزر راح يطلع برا البطوله. يعني إيه لازم تفوز جيمين بالسمي لوزر فاينل. بالضبط. عموما الحين المومنتم نسبيا لصالح ني، وساري قاعد يحاول يرد الجيم شوي، وان بوك ات تايم. موفمنت ساري وايد اسرع، صار وايد اسرع. ايه يابا للزاويه يعني بالضبط، لكن هذا الفيشنج كاونتر من الفيشنج ماستر. عداك ودي للزاويه. جود لك مع الميكس اب. لو بلوك لكن ما كان في بلش. الله عليك يا ساري، لازم كباك معجزه. هذا كباك ما كان في، ما كان البوزيشن ممتاز. ساري ناطر فرصه، لمسه اخيره من اللاعبين. وقت 9 ثواني. الوقت. الله تكفى يا ساري. ليش ما كمل؟ كان ممكن يسويها بوش للطوفة. الجيم الأول صالح ني، باقي له جيم راح يدخل على اللوزر فاينل ضد كودان، أو إنه سورا يسوي ديسربشن كبير. لا نستعجل لأن أنا كل ثقة بساري يقدر يفاجئنا. خلينا نشوف الحين هذا الجيم الثاني. سيت بوينت حق ني. شوف ساري اختار لكلك حلو بس بلوك احلى من ني. الموفمنت يا سلام على الموفمنت. انا احب الريسبكت، احب اشوف لقطات الريسبكت هذه. لعب والله العظيم يحبس الانفاس يا جماعه. والله لعب يحبس الانفاس ساري. هيلف ليد حلو، لكن مثل ما قلنا وان كومبو. هذا اللي يحتاجه. يا سلام عليك يا ساري. دير بالك من الريج. الحين ممكن يطلع ريج درايف بأي لحظة. بانش. لا. وبلوك. لا تكفون. تكفون. يا سلام. حلوة. حلوة منك يا ساري. حلوة. أعصابي. والله الله يعينك يا ساري. والله الله يعينك. حلوة. يا سلام عليك يا ساري يا بطل. ويحاول يسوي له بوش للوول كاري لكن وايد بعيد. لكن عنده بوزيشن ادفانتج. ظهر الطوفه. ساري ياخذ المومنتم، هذا المومنتم اللي يحتاجه. وان بوك ات تايم. وان بوك ات تايم. ناطر يسوي له كاونتر او باري عفوا. شوف الكومبو، شوف الكومبو يا ابو ياقا. قلبي يعورني على هالدمج هذا. الله شفت ايش سويت؟ استغل الجوما مالته الويك اب انيميشنز عند الريج درايف. بالضبط، انا ادري انك انت راح تدوم هالطريقه هذه. يا سلام عليك يا ساري، لكن ساري ما اهتز يا جبل لا يهزك ريح. عطى المكس اب. هذا لو الاول واعطاه مثل لك بلوك احلى من مني. شوف الادفانتج اللي عند سارة حاليا. ني يحاول كثر ما يقدر انه يطلع من الزاويه، ولكن سارة معطيه ديناي مو طبيعي. للحين ما سجل، ولكن ني يضربها. لا 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 لا
ثار يمسك الجيم 75% وهي اللي 25% ني يقلبها بكومبوين مع مكسب واحد. ريد شغال هذا ترى هيوج كمباك فاكتور. بالضبط ني عن بعد جيم واحد بس ويتأهل لللوزر فاينلز ويطلع ساري من البطولة. خلينا نشوف أي شيء ممكن يصير. أي شيء كل شيء راح يقرب. شوف ساري للحين لعب الصبور حلوة الباري. إيه مدينا عن نيوترال حلو يسوي تشيك. الحين الريج هذا الوضع اللي انت ما تحبه يا ساري دائما تنحط بهالوضع وتخسره. بس الحين اوكي الحين اوكي ومنتم عنده لكن الريج يا ابويا قدير بالك من الريج يا سلام موت بانش حق الشارع وحش يا ساري. شد حيلك يا ساري الجمهور كله معك والله العظيم لو تشوفون الجمهور يا جماعة وضع مهيب. نشوف الحين ساري هبريد هذا اللعب الصبور اللي متعودين عليه. شوف شوف الجيم شلون الرتم احترام الى لعب اسود الحمد لله لعب حدود. شوف حلوه بلش حلو مني لكن البوزيشن ادفانتج لغايه الان لصالح ساري. ساري ما يبي يعطيه اي فتشه ني حاليا عند الهلفيف ساري يسكر مكسب تايم لكن ما كان يكفي يا سلام وحش يا ساره يا كبير يا كبير يا رباه يا جماعة ايش قاعد يصير اللي قاعد يصير احنا عندنا فرصة ان نشوف مسيرة تاريخية لساري. ابتسامة شوف الابتسامة عندنا تشانس نشوف مسيرة تاريخية لساري يا رباه انه يطلع ني من البطولة ومو مستحيلة عليه مو مستحيلة عليه بهالاداء هذا اوبا الجيم الفصال. شوف الموضوع شوف شوف الجمهور الرهيب شوف الجمهور راوند 1 شيك هذا ست بوينت حق الاثنين اللي يفوز يتاهل للوزر فاينل. بالضبط شوف 1 بوك ات ا تايم ساري ستايل اوبا ساري حاول يسوي فش بالفاري ولكن ني بانش ممتاز من ني لكن اوكي ما كان ريسكي يعني ما اخذ الاوبتيمال دامج. شوف ني صرف الريج ماله بالضبط لصالح الوضع. يا سلام عليك يا ساري حلوه حلوه من ساري ساري سايد ستيب بانش لانش. الجمهور كله يشجع ساري اكيد هو قاعد يلعب بديرته قاعد يلعب بموطنه والجمهور كله وياه. بلوك يا سلام عليك يا ساري يا مينون لو بلوك من ساره خذ الزاويه خله هناك لكن ني اذكى ني اذكى من انك تصيده مرتين ونفس الحركه. اوبتيمال دامج ساري عنده ريج عنده ريج بس عنده مومنتوم نوعا ما على الاقل فهني ني حاليا يوري ريسبكت عظيم. الله عليك يا ني الوضع اللي ني محطوط فيه ترى مو سهل كلش لكن مع هذا قاعد يورينا ليش هو لاعب من من, من من اعظم لاعبين اللي انجبتهم تكن. بس نشوف الحين ساري يا سلام يدري ما يقدر يسويها بانش فاعطاه له هيلث 1 هيت ات تايم يعني شيء جبار استراتيجيه وايد الفيشنج ماستر الصياد اعطاه كاونتر هيت وياخذ المومنتوم ويسوي له الفانش. يا نيه وحش يا مجرم الله هذه وول سبلات وياخذ الراوند. الراوند هذا يتدرس اي يتدرس حتى يتدرس. ساري هل يقدر الحين يرجع على مود البطوله؟ شوف حاول يسوي فانش حق الوف لكن كان شويه بطيء يحكم الريكفري الفاري حلوه من ساري 1 بوك ات ا تايم لكن المشكله انه مو قادر يسوي كلوزنج هذا مشكله كبيره. اي تذكيرته شويه بس ما يخالف بوزيشن اويرنس حلو الهيلث ليد عند ساري حاليا ولو ان اي شيء ممكن يصير الحين يتغير يطلع من اوكي يطلع يحاول يطلع من الدينجر زون وبلوك ممتاز مني وني يحاول هم مره يسوي كابيتالايز حق اي ويبونش نفس هذه ويبونش بس ما كان بالتوقيت المناسب. دير بالك من الصياد دير بالك منه يا
صياد. صياد عاش. اوه لو باري ممتاز مني، ما اهتز من الجمهور ولا اهتز من السيتويشن اللي نحط فيه، لكن بلاك احلال ترى دبل بلوك عليك يا ني. شوي صعب انقلب عليه فوق الظهر. لا يساري للحين ما طلع، للحين اوكي كومبو راح تتعور، لكن للحين انت بالوضعيه اللي ممكن فيها كمباك خرافي. عندك ريج. لا هاردك يا ساري، هاردك يا ساري. سبور ألف مبروك صراحة. إن بوزيشن جداً مشرف ولعب صعب توصله، ولعب مو طبيعي. اللي ظلوا أربع كوريين، ثلاث كوريين ثلاث كوريين اللي ظلوا كوريين، وأنك تصف معاهم تصف يعتبرهم وتلعب معاهم بالطريقة هذه ويعقى يعني شفت شبنيهم.